فما حالات اللي صحيح من بعد ناخذ الكوتي نتاع التجميل، خاطر فينا ما انا كي نجيك على قدر يدي كلها محروقه تشوف لي ساعه تيب دو بغولور 1 2 ولا 3 ليسونسييل تمنع لي الجلد نتاعي. ثم انا جو دوموند كونو تجمشي مثلا ترجع لي اليد نتاعي للطبيعه نتاعها. وهو الحقيقه هو الكل يمشي مع بعضه، معناتها كيف تبدا اختصاصي في جراحه الرقبه والترميم والتجميل ما تنجم تعمل الا معناتها الكل يمشي اون باراليل، معناتها من الاول نعرفوا شنو اللي لازم وشنو كيفاش نعملوا طريقه العلاج وشنو اللي نستعمله وشنو ما نستعملوش اون ميم طون، منه بور لا فونكسيون صحيح نتاع العضو ومنه للترميم ومنه ايجالمون للتجميل زاد كيف كيف، وخاصة كي نبداو في الوجه مثلا. وعلى ذلك احنا في القسم معناتها ولا في السبيطارات التونسية معناتها لا فورماسيون نتاع لي ميدسان نتاعنا الكل تصير معناتها اون بروفوندور، معناتها على الساس، معناتها على الافوا الترميم والتجميل والريباراسيون كلها. دونك فورسيمون فما ان كوتي استيتيك اللي هو يمشي مع الترميم اون باراليل. كيما في شد الوجه مثلا لهنا ممكن ما نعرفش انا اذا كان ان سومير لهنا معناتها ما حاضر في هذا المؤتمر العاشر تحت رعايه الجمعيه التونسيه لجراحه التجميل، باش نحكيو على الاكتواليتي، ولكن تبقى زاد كذلك شد الوجه معناتها دوموندي توا في وقتنا الحالي معناتها تخو دوموندي. دونك جراحه التجميل اكاهو معناتها سافا اتخ ديستيني عباد معناتها اللي هما نجم نقول بلوز او موان نورمو، لكن عاديين، لكن عندهم مخلفات نتاع العمر، مخلفات كما قال دكتور غريسي قبيله، مخلفات نتاع بعد الولاده ولا اي مخلفات اخرى اللي هما يطلبوا التجميل. المؤتمر نتاعنا حكينا على شد الوجه، شد الوجه معناتها نعرفوا وقت اللي انسان يكبر حتى من غير ما يكبر اوتوماتيكمون ماذا بيه يحسن في وجهه في منظره معناتها في الحاجات اللي تقلقوا نفسانيا والا حتى فيزيكمون. فما برشا انواع من شد الوجه، نقولوا احنا نسميوه بالعاميه لو ليفتينغ. ليفتينغ سيرفيكو فاسيال، علاش؟ خاطر يشد الوجه ويزيد الرقبه ولا احنا والحاله معناتها. وشد الوجه ينجم يكون معناتها اون فاجير على الجلده اكاهو مثلا اذا كانها زايده باش نجبدوها، تنجم تكون جراحيه، تنجم تكون زاده كيف كيف قبل ما نوصلوا للجراحه. فما حالات اخرى نرجعوا لهم بتيت بعد اللي هما طب التجميل، نجموا فما دي برودوي نجموا نزرقوهم، فما خيوط نجموا نحطوهم باش نشدوا بهم من داخل. لكن خلينا نحكيوا على شد الوجه الجراحي، نجم يكون على الجلده ونجم يكون زاده كيف كيف السنين الاخرى فما شد الوجه العميق نقولوا له. شنو معناتها شد الوجه العميق؟ معناتها من ديب معناتها شنو؟ ديب بروفون معناتها من ونجي من ما ناثروش كانش على الجلده السطحيه كهو، لكن زاده نمسوا لي ستركتور اللي تحت الوجه اللي هما كيف نجبدوهم كيف نشدوهم باش تشدو نشدوهم باش نوضحوا بالخيوط بالخيوط بالجراحه ايضا. تبقى دائما نحكيو على جراحه وقت نحكيو على جراحه، تعرف دكتوره ساره اللي كانوا كل معناتها جراحه معناتها لي ساكريفي معناتها يلزم يكون الطاقم الطبي حاضر وشبه الطبي، نحكيو على تخدير انعاش نحكيو على فوالا معناتها ان ستاف كامل يكون حاضر لنوعيه هذا باش نوضحوا للعباد. راهو وقت اللي تحكي على شد وجه في بلوك اوبيراتوار راك ماكش وحدك باش تخرج ديريكتومون معناتها وجهك ما تلقى خاطر ماشي بينهم من باكيت ما انا هذه حاجه ولا. حاجه مهمه ياسر خاطر معناتها يجيو يسخيلوا جراحه التجميل حكايه معناتها يسخيلوا اي فوالا حاجه باش البناليز ولكن الناس تقرا معناتها اختصاص كامل معناتها 5 سنوات بعد على سنوات الطب بلوس امتحانات نتاع تقييم بلوس برشا حاجات معناتها بعد يلزم اكزرسيس وبرشا والجراحة تكون مهمة انطوغي التخدير يزم يكون موجود حاضر والكيف كيف القطاع شبه الطبي العناية من بعد العملية لازم تكون موجودة والسورفيونس فوالا. دونك نحكيو على عملية في حد ذاتها هي عملية جراحية ولكن يبقى كمام لي ريزولتا معناتها نقولوا نحن وقتاش يظهروا لي ريزولتا خاصة مع التطور التقني باش نرجع هنا على تقنية المنظار قداش الليفتينغ نقولوا نحن النورمال العادي في تقنية شد الوجه هو يدوم أكثر من ليزانجيكسيون هذا هو بيان سور معناتها ليزانجيكسيون سي تمبوريغ معناتها تنجم تكون
وقتيه 6 اشهر ماكسيموم فوالا وقتيه معناتها انت والانسان وانت وشنو اللي حاطينا وانت على شنو معناتها فين مشينا حاطين البرودوي. ولكن نوعيه هذه العمليات قداش النوعيه تشد الجلده مثلا تنجم تدوم بعض السنوات عامين ثلاثه، لكن شد الوجه العميق ينجم يدوم اكثر، ينجم يدوم حتى 10 سنوات. من بعد انت والجلده كيفاش، انت والانسان كيفاش هو الريتم دو في، نمط الحياه نتاعو، نوعيه الجلده ونوعيه البشره. فمع بعد يتيح الجلده نتاعهم قبل العمر، لكن شد الوجه العميق كمان يحسن بالكدا.